اهلا بيكم في حلقه جديده النهارده وفيديو جديد، وهنجاوب فيه على سؤال اتسالته عن الابراج. بس برضو زي ما قلت لكم دايما بقول لكم ان لما بيكون في سؤال الاجابه بتاعته جنرال، يعني ينفع ان هي تكون على كل الابراج، مش هنتكلم فيه عن ابراج، هنتكلم عن حلقه علاقات. فالنهارده السؤال ايه اللي يخلي كل راجل يعني يمل من العلاقه، او الاخطاء اللي انت ممكن تعمليها كبنت تقتل العلاقة، او كراجل. يعني الفيديو ده يعني في العلاقات مش موجه لستات بس او رجالة بس ايه الحاجة اللي ممكن تقتل العلاقة وتخلي الطرف التاني او البارتنر بتاعك يمل منك ويبقى زهقان منك وخلاص عايز يمشي، ما بقتش فارق معي، هو خلاص زهق. يعني ايه وصل لمرحلة اللي هو انت خلاص بقيت عادي جدا بالنسبة له ومل وعايز يمشي. طيب كالعادة بليز ما تنسوش تابعوني على السوشيال ميديا، على الانستجرام وعلى الفيسبوك، وتقولوا لي تفرج عليا من فين، انتوا برج ايه. وكمان عايزة كل الناس اللي عندي على اليوتيوب وعلى الفيسبوك يجوا عندي على الانستجرام، الاكاونتس موجودة تحت. طيب ايه الحاجات اللي ممكن تخلي البارتنر بتاعي او الشخص اللي انا مرتبطة بيه يزهق مني ويبقى عايز يمشي؟ قلت الفيديو ده الكلام ده مش موجه للستات بس، انا هتكلم على يعني بلغة واحدة يعني للستات وللرجالة. انا بشوف القاعده رقم واحد ان انت تكون اوفر في كل حاجه، اوفر في مشاعرك، اوفر في احساسك، اوفر في كلامك العاطفي والحب، اوفر في اهتمامك، اوفر في غيرتك، اوفر يعني ان انت تكون اللي هو اسمها ايه بالعربي، اكزاجريشن، اللي هو ان انت تكون زياده، اوكي، وان انت تكون ضعيف الشخصية. حط 60 خط. كل ما بتكون شخصيتك ضعيفة مع البارتنر بتاعك وان انت بلا شخصية، كل ما البارتنر بتاعك بيقلل من قيمتك. انا شفتها كتير جدا في علاقات كتيرة جدا قدامي، لما تكون الست او الراجل يعني مستهين بنفسه ومخلي الطرف التاني واخد اوفر عليه، او هو يعني محسسه ان هو الـ كل حاجة، الشخص التاني بيزهق منك وهيبعد عنك وهيسيبك كمان. فإياك تكون اوفر. يعني بلاش اسلوب بقى احلم وانا شبيك لبيك انا عبدك وبين ايديك، دي بتقتل العلاقه مش بالعكس. يعني في ناس يقول بحبه عشان كده بهتم بيه، او بحبه عشان كده انا بديله عشان انا بحبه. يا جماعه في ايه؟ غلط والله بجد، انا صدقوني غلط. وحصلت معنا كلنا ان احنا في حد كنا بنهتم بيه اوفر، يعني عارفين وعملنا البحر طحينه، احنا عملنا للشخص ده البحر طحينه، وفي الاخر برضو بعد عنه وسابنا وراح لحد تاني بيديله بالشبشب. طب ليه؟ ايه اللي حصل؟ علشان احنا كنا اوفر. دايما العلاقات العاطفية او اي علاقة في الدنيا لازم يبقى فيها بالانس، لازم يبقى فيها ميزان، لازم يكون فيها تكافؤ. لو العلاقة دي انا بدي اكتر ما باخد، اذا فهي علاقة سامة وعلاقة غير ناجحة، ولازم نتخلص من العلاقة دي. يبقى الحاجة الصح في العلاقات هو ان انا لازم يكون فيه بالانس، او في تكافؤ، او في موازنه. انا بدي على قد ما باخد، لو انت اديت على قد ما بتاخد وحش، لو انت اديت اقل ما بتاخد برضو وحش. فلازم تكون علاقه متكافئه. اقعد كده على نفسك قيس العلاقه اللي انت فيها دلوقتي، سواء بقى جواز، خطوبه، علاقه عاطفيه، اعجاب، شوف هل انت بتدي اكتر ولا بتاخد اكتر. اعمل بالانس، اوكي. طيب المشكله بقى ان في ناس بتبقى فاهمه ان كل ما بتدي اكتر، عارفين انتوا النظام الاوفرز بتاعه السوبر ماركت، يلا يلا كل ما تدي اكتر كل ما يعني كل ما بتدي اكتر كل ما يعني هتاخد اكتر. لا خالص، بلاش اللهفه الاوفر. اللهفه بقى اللي هو ايه ده انت كلمتني، ايه ده انت بتفكر فيا، ايه ده، بلاش كده. يعني بلاش الاوفر في اي حاجه في الدنيا. اللهفه الاوفر والاهتمام الاوفر بقى اللي هو ايه، هدايا عمال على بطال، يعني تحبي تاكلي ايه يا حبيبتي، تحبي تخرجي فين يا حبيبتي، تحبي يعني تسافري فين يا حبيبتي دلوقتي حالا. لا، لازم يكون عندك شخصيه، لازم يكون عندك قينونه، عندك كيان. صدقوني بجد النقطه دي مهمه جدا جدا. يبقى بلاش تكون عندك عطاء مفرط. في ناس عندهم كرم في المشاعر، بس صدقوني الكرم في المشاعر ده هيجي عليك انت في يوم من الايام وتقعد تندم وتقول انا اللي قتلت الحب بايدي. بصوا انا متاكده ان انتوا سمعتوا فيديوز كتيره جدا من ناس كتيره، اكيد كوتشز وسايكاتريس بيقولوا نفس الكلام، بس ده حقيقه صدقوني. واقتنعوا بالكلام ده، لان ده مش كل ما بتدي اكتر بتاخد اكتر، يعني لا خالص، كل ما بتدي اكتر هتاخد فوق دماغك اكتر. وانا عارفه ان احنا لما بنحب حد بنبقى فيه لهفه كده وفيه باشن، وابقى عايزه اقعد اكلمه طول النهار وطول الليل، ولا سلام لما بشوف اسمه بقى على الموبايل فيه سيمفونيات بتشتغل ومزيكا. والله عارفه الكلام ده، وعارفه ان الموضوع صعب،
يعني لما بيكون حد بيحب حد بجد بيبقى عايز، خاصه لو بيحبه حب حقيقي، مش بيفكر في الكلام ده ومش بيشتغل مايند جيمز، وبقى عايز دايما يبقى حواليه ودايما يبقى اراوند ودايما يديله اهتمام. انا عارفه والله العظيم، خاصه الستات وخاصه الشخص الحنين والابراج الرومانسيه، يعني عقرب وزي سرطان وزي تور وزي ميزان وزي حوت، الابراج دي رومانسيه قوي، فهم بيبقوا معطائين بزياده، حمل كمان. فالناس دي بيبقوا عايزين يدوا، عندهم عطاء زياده، عندهم كرم في المشاعر، عندهم جود، عندهم مشاعر، عندهم ولعة حريقة كده في مشاعرهم. بس صدقوني في اي علاقة، شوفوا انتوا كم مرة ارتبطتوا او سبتوا حد، هتلاقوا ان انتوا العلاقة دي ما كانش فيها توازن، وان انتوا اديتوا اكتر، وان انتوا اهتميتوا بالطرف التاني فهو استغل الموضوع. اوعى تكوني جارية لحبيبك، ولا انت اوعى تكون عبد لحبيبتك، والله العظيم دي غلطة هتندموا عليها بعد كده. وصدقوني حصلت لي وحصلت ناس كثيرة قوي، كل ما بتدي اكتر كل ما هتخسر اكتر واكتر. ترارارا. قولولي انتوا متفقين معايا ولا لا، او الناس المعترضه هيقولولي هم معترضين ليه. طيب انا عندي واحده صاحبتي يا جماعه عايزه احكي لكم عنها. صاحبتي دي هي كانت بتحب حد مشهور يعني، او ممثل مشهور يعني. وهو ما كانش يعرفها، بس هي بتشتغل في البرودكشن يعني. المهم ان هما يعني بدا يتعرف عليها، كانوا بيعملوا موفي مع بعض. هي كانتش مصدقه ان هو يعني هو ساب كل بنات مصر بقى، هو الهانسم الجميل الحلو قوي، هي اموره وفيها كل حاجه حلوه، بس هي كانت مقلله قيمتها، مش عارفه قيمتها، مش عارفه استحقاقها، فدايما كانت بتعامله كانه هو امله، عارفين هو انا مش مصدقه نفسي، انت حلم حياتي اللي كنت بحلم بيه، ازاي انت سبت كل بنات مصر والوطن العربي اللي هيموتوا عليك وفكرت فيا، انا البرودكشن اللي هو انا مش انا مش ملك الجمال الكون ده، انت كنت بتمثل مع ممثله فلانيه فهو بس هو كان معجب بيها يعني، هو في الاخر هو شايفها وحاسس بيها. انا عايزه اقول لكم ان هو سابها في الاخر عشان قال لها انت عايزه تثقي في نفسك، انت عندك مشكله، انت مش حاسه بقيمه نفسك. سابها عشان هي كانت مستقطره عليها يعني، حاسه ان هو كتير قوي عليها بجد، هو سابها عشان كده. مع انه هو في البدايه كان معجب بيها وبيهتم بيها وبيتصل بيها وبيسيب كل بنات مصر عشانها، وهي ما حستش بقيمه ده، كانت دايما بتدي وكانت دايما مش مصدقه ودايما ملهوفه ودايما يعني بتهتم بيه قوي وهدايا كتير، و بحبك 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 وحشتيني 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 وحشتيني، مش مصدقه نفسي، ايه ده انت بتكلمني، ايه ده انت سبت خروجتك مع اصحابك مع ممثلين مشاهير وكلمتيني انا. فهي ما تعملوش كده والله العظيم بجد. مش عايز اقول لكم يعني انا احسن واحده في الدنيا، اكيد انا كمان غلطت الغلطه دي في حياتي كتير مثلا، فيعني بس انسان ما تعلمش ببلاش يعني يا جماعه. ف بجد يعني انا كنت هعملها ابراج على فكره، اقول لكم الابراج اللي كل ما تهتموا بيهم اكتر كل ما يهربوا اكتر، بس لما جيت افكر كده قلت يا روش لا، ده الفيديو ده جنرال اكتر يعني. شكرا على كل الكومنتس بتاعتكم عشان ده لايف يعني، انا شايفه الكومنتس بجد، ثانك يو فروم ماي ديبست هارت. شكرا لكل الناس بتدعي لي، وشكرا لكل الناس بتتواصل معايا عشان موضوع الكلب بتاعي الله يرحمه. يعني انا عدى تقريبا اسبوع على وفاته، انا مش بنساه على فكره وبحبه جدا، حاسه انا فقدت حاجه غاليه جدا جدا، وهفضل طول حياتي فاكراه. وادعوا لي عشان ربنا يعوضني يعني، عشان انا ما بقدرش انساه يعني. بجد كل ما بلاقي ناس بتتكلم عنه قلبي وانا كنت بحبه قوي على فكره، وعمري ما بنساه خالص. شكرا، بحبكم جدا جدا، اشوفكم فيديو تاني، باي باي، مع السلامه. وقولوا لي رايكم في الكلام اللي انا بقوله، ما تدوش بزياده، ما تبقوش معطائين بزياده يا جماعه. بلاش اللهفه الاوفر، بلاش الباشن الاوفر، بلاش تدو اوفر، حبوا نفسكم، اعرفوا قيمه نفسكم. I love you all، وقولوا لي رايكم، وقولوا لي انتوا برج بتتفرجوا على مين فين. باي.